إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. ماذا عن وضع مرطب للشفاه في نهار رمضان؟ هل هو مفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وضع مرطب للشفاه في نهار رمضان من النساء لا يبطل الصوم ما لم يبتلع الصائم أو الصائمة منه شيئاً، لأننا قلنا إن العبرة بدخول شيء إلى المنافذ المفتوحة إلى الجوف، ولذلك فإن وضع مرطب الشفاه على الشفاه فقط لا يفطر المرأة، وإن كنا نقول لها تتحرز وتخاف على صومها لئلا تبلع منه شيئا دون أن تدري أو نسيانا. والله أعلم. يا من إليك تضرعي ورجائي. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.